السلام عليكم ورحمه الله ومقابله جميله ورائعه بين يوسف العضلاوي ومصطفى البقالي جوج الواحد لصالح يوسف العضلاوي. انت عاب شويه عليك دابا دير شي كسيده في ديك الرموط. انت عاب شويه الله يرحمك. الله يرحمك البقالي. الله يرحمه مسكين ويوسع عليك. تريس اونو زيد واحد خلاص قال حيدو لك البقالي واش قايله هاد الناس واه زيد الغيطان ايه بس عليا ماشي يلا كيف يلا كيف هذا ما عندوش. ضمت يوسف. شنو هو زعما طاح هذاك الضامه وضرب الجوج زعما حرام فيه راسك يوسف راس ويكليس فين كنت هنايا كنفختي له صاحبي شنو نفخت له؟ باقي معذر عذر شنو عذر ما نمشي له صاحبي ديك البطوله يوم بارك ولا مزيري حدا نفخ أول ما درت الطاح ديالو زعما والله لا منع هذا السلام عليكم الو اوكي
خمم مزيان صافي وقع الوسط صور طرح مزيان صور مش غدا تاكل الطعام ديالو مع 12 ونص ثلاثة لواحد لصالح يوسف العبدلاوي العبدلاوي اخوتي ثلاثة لواحد ثلاثة لواحد ثلاثة اخوتي ثلاثة واحد سركيت كيمشي لي خاين كذب عليك ساكن انا تنغل منعو غدا انا معاك انا تنموت غدا انا معاك انت دابا محيط عند يوسف لا حول ولا دائما دائما دابا راه بدات واحد ما حيطنيش كيدير لك بوفا صاحبي شادك صاله بزاف دائما حيط انا دائما حيط دكتور قول له مشى لك على الحج ديك الحجه اللي حج الحج مشى الحج هو مشى عطاني هذوك الناس اللي تشوف هنا وغادي نحج سير سير حيطك اخاي دوق حالي دقت تحكم فيه سفر خارج يوسف ولا تعصر ما في لا شوي بعد خرج الاول ليش قدرت ترجع لي بيضا نقول شي معك هالطرح هذا يلا مع حوايجك مع حوايجك وترجع ترد هو الامر المثرى ياه صراحه الله دروش صراحه الله غير الضمان عبدي حيطته قال لي وانا عندي مشكل في الخدمه لما هو المدير ديال عفسه القايدين مع عامل عندي هاشي فوز هاشي فوز عادي صافي كتجيب لك مود العيش حفظوا الخرجات وهادي تاع المرض ماشي والو الناس كتلعب الضامه هضرت معاهم في التليفون قلت لهم شي ضامه بحال سالا اخر كيسرق بهادي هما الكلام اما اللعبه شنو كان الله يرضى كل واحد يكون بالحيط حيط الحيط انا نقول على قامتي كنتحدى اي واحد حصل كبير في الضام ولكن بلا نلعبوا انا وياه الراس بالراس ماشي بالجوقه هو الراس بالراس معايا بالجوقه اخي انت لا تلحق ما كتزهق Thank you.
فكرت من بعد شي واحد اخر جات مزيان جيش ديال روسيا غادي كل طعام الله أربعة الواحد لصالح يوسف على عبد الله سلم على البطال سلم